تفاصيل انفجار مسجد النهدين وانتقال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للعلاج في السعودية بدأت تتوضح. فقد أعلن مصدر مسؤول لموقع العربية دوت نت أن سبب الحادث كان وضع عبوة ناسفة تحت منبر المسجد. أصاب الرئيس اليمني بجروح بالغة نقل إثرها إلى مستشفى صنعاء حيث تلقى الإسعافات والفحوص الأولية اللازمة. وبعد وقوع الانفجار طلب قصر الرئاسة اليمنية مساعدة طبية من الحكومة السعودية، وعلى الفور أقلعت طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات المسلحة السعودية بفريق طبي كبير. وفي صنعاء أجرى الفريق الفحوص اللازمة وأبلغ المسؤولين في المملكة أن بقاء الرئيس في صنعاء فيه خطر على صحته وأن التجهيزات في صنعاء غير كافية. عندها طلب المسؤولون السعوديون من فريقهم الطبي إبلاغ الرئيس وأسرته ووضعهم في صورة الموقف وتنفيذ رغبة الرئيس. وأشار المصدر إلى أن صالح لم يكن راغبا في ترك صنعاء لكنه اقتنع بعد سماع رأي الأطباء السعوديين. المصدر ذكر أن الرئيس اليمني كانت بادية عليه أثار حروق في الوجه لكنه استرد عافيته ويتمثل للشفاء بشكل كبير جدا، ومن المتوقع يتحدث إلى وسائل الإعلام قريبا. ويذكر أن السعودية استقبلت الرئيس ومرافقيه الذين أصيبوا في حادث تفجير مسجد النهدين، فضلا عن جرحى من جماعة صادق الأحمر وعدد كبير من الذين تعرضوا لإطلاق نار من شباب الثورة. هاني زيادة، العربية.